أهلا وسهلا ومرحبا. سنرى في هذا الفيديو النهاية الشريرة. هي فعلا نهاية شريرة. ربما الآن تتساءلون لماذا واش دخل الشر في النهايات، لكن بكل بساطة نبغي نتقاسم معكم واحد القصة كانت وقعت لي في الثانوي وتحداني بهذه النهاية بالذات تلميذ نقوله صديق أو شبه صديق، وراكم عارفين مرضيتش في ذلك الوقت وبقيت معها يومين حتى لقيت الحل في آخر لحظة، ومع المدة بانوا لي طرق متعددة. ودابا كنشوف بزاف ديال التلاميذ يعني كيطرحوا ديما السؤال واش ممكن نجاوبوا عليها بالباجاج ديال سيونس اكس ولا خصك ضروري تكون سيونس مات. اليوم نقترح لكم على الاقل طريقتين، طريقة للناس ديال العلوم التجريبية ولا علوم زراعية ولا تقنية ولا اقتصادية مهنية، ونشوفوا طرق خاصة بعلوم رياضية. دونك على بركة الله في النهاية ديال هذا الفيديو أتبان لكم بأنها نهاية أليفة ظريفة لطيفة وليست بشريرة أبدا، على بركة الله. دونك كما كتشوفوا هذه هي النهاية ديالنا، نهاية ديال إكسبونسيل دو إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس وكاري ملي كيمشي إكس للزيرو، فين كتمشي هاد النهاية؟ هادشي اللي غنشوف. هادي ما تبغي تحولها ليميت يعني إزيال صعيب الحال، اللي كنعرفو ليميت دو إكس كتون فيغ زيرو ديال أو دو إكس ناقص واحد على إكس كتساوي واحد. إلا بغيتو نمشيو في هاد لابيست هادي مكاين تا شي مشكل نمشيو فيها. دونك نطلقوا من هاد دونك غادي نسميها الميثود أ، ميثود أ. وكنبغي ديديكاس لهاد الفيديو لبهاء الدين أكادير، بلال فاس، بدر أسفي، حمزة، وكاع لي مومبر ديال إكس وان جروب إكس وان واتساب. ألو دونك نطلقوا من هاد المعطى بأن واحد راه هو الليميت إكس طون فيغ زيغون ديال أو دو إكس ناقص واحد على إكس لو تو كار، إن واحد أو كار سي سامبل. من بعد غنديفلوبيو داك ليكسبغسيون لي لداخل، عيعطينا أو ديال إكس لو أو كاغي تهبط ديك دو إكس لي بروبريتي ديال بويسونس ناقص جوج ليكسبونسيل دو إكس زائد واحد على إكس أو كاغي. من بعد شنو غنحاول ندير؟ غندير واحد الخدعة سينمائية، أو ديال جوج إكس غنقص واحد الواحد من هنا ونقص حتى واحد جوج إكس ياك، وهاديك ناقص جوج ليكسبونسيال دو إكس منقصهاش. هنايا نقصت واحد خصني نزيد واحد ومع هاد واحد لي كاين هنا تولي زائد جوج فوفويي، وغنزيد جوج إكس لي نقصت، ما درنا والو. من بعد نحاول نقسم المقام، دونك كتولي ليميت دو اكس غادا لزيرو ليكسبونسيال ديال دوز اكس موان زان موان دوز اكس على اكس او كاغي موان على عملت بدو غتلقى ليكسبونسيال دو اكس موان اكس موان زان على اكس او كاغي. من بعد كاين خدعة سينمائية أخرى، هو هاد لا ليميت هادي كتشبه لهاد لا ليميت، يسي في ندير واحد شونجمون دو فاريابل، غنديرو بأن إكراك، ولا نحطو بأن جوج إكس، جوج إكس هو إكراك، يعني إكس راه هو إكراك سيغ دو، يعني إلا كان إكس غادي لزيرو، إكراك من طبيعة الحال غيمشي لزيرو. دونك هاد النهاية ليميت دو إكس غادا لزيرو ديكسبونسيال ديال جوج إكس ناقص واحد ناقص جوج إكس على إكس أو كاري هي نفسها، ملي يمشي إكراك زيرو سا شونج غيان، غتولي غير ليكسبونسيال هنا ناقص واحد ناقص هنا، يوقع الشونجمون يوقع الشونجمون هنا غير في إكس. شنو هو إكس؟ هو إكراك سيغ دو. شنو هاد جوج إكس؟ هي إكراك، هي إكراك. شنو هي إكس؟ هي إكراك سيغ دو لو تو أو كاري. دونك هنا تولي إكراك أو كاغي دو أو كاغي يطلع الفوق، غتولي هي ربعة ليميت دو إكراك غادي لصفر أو دو إكراك ناقص إكراك ناقص واحد على إكراك أو كاغي.
Et puisque y ou le t ou le x a da variable miet, ça a mit ou la asam, قدر نعوضه بX وما كيش اللي قلنا شي حاجة. ترانكيل ترانكيل. دونك هاد النهاية هاد النهاية هادي كتساوي دونك نرجعو نعوضو هنايا. دونك شنو غتولي عندنا هنا؟ هاد إيطوال هادي هاد إيطوال دو فيان. شنو غتولي إيطوال ديالنا؟ غتولي بأن واحد كيساوي ربعة ليميت دو إكس غادا للزيرو ديال او دو اكس موا اكس موان زان على اكس او كاري موا لا بغيتو سي فو فولي دو ليميت دو اكس غادي لزيرو او دو اكس موا اكس موان زان على اكس او كاري. وهاد ليميت اللي كنقلبو عليها حنا سميناها السي الشريرة. دونك غيولي عندنا واحد كيساوي ربعة سي موان دو سي يعني دو سي يعني السي كيساوي واحد على جوج. فوالا نوريكم الطريقة الثانية ولا ما عجبتكم حتى شي طريقة ممكن ندوز لكم الطريقة الثالثة وحنا غاديين حتى ان شاء الله الوغ الطريقة الثانية فيها اونكادغومون. خصنا اونكادريو او دو اكس موان زان موان اكس ان اونكادريو بين اكس او كاري سيغ دو ليكسبونسيال دو اكس على اكس او كاري سيغ دو. تقول لي كيفاش اونكادريو؟ انا نعطيك جوج ديال السوارت.